مساء الخير وبالخير دائما نبدا لكم انتوما مشاهدينا متابعينا اللي دائما تفرجونا لبدا بلا ما نقول لكم باللي راكم قريب على الكبده. انا كريم بوباكور راح نكون معكم طيله هذا الموسم في حصه تسويعه لايف، حصه جديده اللي جاتكم دائما من الحد من السبت للخميس على الربعه الخمسة. دونك ما نزيدش نهضر لكم بزاف عليها لانه نخلي زملائي يعرفوكم عليها اكثر. يلا بكلامك الموزون كريم بوباكور نرحب عليكم مشاهدينا الكرام وين ما كنتم. دائما كما قال كريم نجوكم يوميا من الربعه للخمسة، بث مباشر يجمعنا بكم مشاهدينا الكرام وين ما كنتم، راح تعرفوا على مواضيع عديده ثقافيه فنيه الطبخ ايضا الموضه وكره القدم. مشاهدينا وين ما كنتم نقول لكم هذه السويعه مخصصه غير لكم، ومعكم اكرام. مرحبا بك اكرام. مساء الخير منال، مساء الخير لكيف تاعنا كامل مشاهدينا الكرام. سي توجور ان بليزير اللي نعاودوا نتلاقاو بكم من خلال قناه العائله، قناه الشروق تي في، في هذا البرنامج الجديد ضمن الشبكه البرامجيه الجديده لقنوات الشروق ولا لمجمع الشروق سويعه لايف. هي سويعه راح ندوزوها معكم، نهضروا شويه سبور، شويه فاشن، شويه معلومات بالك نتوما راكم تتجاهلوهم وحنا ثاني بالك نتجاهلوهم. ليكيب تاعنا رايحين يقولوهم لنا، يعطونا معلومات جدد راح نستفادوا منهم، وانتوما ثاني مشاهدينا الكرام. مانيش حنكون غير انا وكان كريم ومنال، عندنا مفاجأة. مساء الخير عليكم جمهورنا الكريم، أنا اسمي كريم ايهوب، هو اسمه كريم بوباكور، أنا اسمي كريم ميهوب. متغلطوش. بيسعدني جدا أن يكون مع هالفريق الجميل وعلى تلفزيون الشروق ببرنامج سويعة لايف وطلع على الجمهور الجزائري. أنا سوري جزائري، جزائري سوري، وفخور بسوريتي وفخور بجزائريتي، وسعيد جدا أن يكون على تلفزيون جزائري، وان شاء الله يعني تكونوا تستمتعوا معنا بالبرنامج. مرحبا بك كريم. شكرا. مرحبا بك وبكم وبينا مشاهدينا الكرام. قبل ما نبداو نطرقوا الى مواضيعنا، مواضيع هذه الامسيه في اول حلقه من موسم سويعه لايف، نترحم سويا على الراحل المرحوم علي فضيل. في هذا الشهر بالذات رحل عنا فارس الاعلام الجزائري مؤسس مجمع الشروق، مش نقدر نقول الله يرحمه، إن الله وإلى إليه راجعون. إن شاء الله في هذه الذكرى قدمت لنا ولجاتنا زميلتنا نور الهدى صفيان بهذا التقرير، نشوفه سويا ولا نرجع. ميلاد الشروق تاريخ لا ينسى، تاريخ لطالما ترسخ في قلوب عمالها. 9 سنوات من الإرادة والعزيمة، 9 سنوات مفتاحها الأستاذ علي فضيل. المشهد الإعلامي الجزائري في حاجة إلى قناة إخبارية أيضا تلتزم بالصدق، تلتزم بالموضوعية، تلتزم بالمهنية وبالاحتراف. ففكرنا أننا إن شاء الله ما تبقاش شروق تي في يتيمة، تكون لها أخ وأخوات. نعم. رحل عن قناتنا، لكن صوته وصورته ما زالا يرافقان مدخل مجمع الشروق. قناة كتبت اسمها بحروف من ذهب، حروف تغلغلت بين مشاهديها ومنافسيها. المشروع ان شاء الله الكل نساهم في اننا نخلوه يروح بعيد، خاصه في الدفاع عن ثوابت الامه، في الخط الوطني المستقل، في ايضا المهنيه والاحترافيه والصدق، لانه نشر الاخبار التي لا تكون فيها دقة وصدق يؤثر دائما على مصداقية الجريدة وعلى سمعتها. الشروق بدأت بحلم وفكرة ثم تحدي وعزيمة، عمال جاهدوا وثابروا من أجل اسم الشروق لتبقى دائما في الصدارة. نراعي المرحلة، ظروف المرحلة وخصوصيات المرحلة، ونراعي أيضا المصالح العليا للبلد، ليست المصالح العليا للسلطة ولكن المصالح العليا للدولة الجزائرية. تساءل الكثير عن سر نجاح الشروق، بحثوا عن تعلق أبنائها بها حتى بعد رحيل الأستاذ علي فضيل، حاولوا التقليد، المنافسة، لكن ها هي الشروق اليوم تؤكد سر نجاحها بكلمة رددها الراحل علي فضيل: نحن الشرقيون.
إنا لله وإنا إليه راجعون. ربي يرحم أستاذنا علي فضيل إن شاء الله يا رب، وإحنا إن شاء الله نكملوا يعني نخدموا في هذه القناة باش نزيدوا نطلعوها أكثر وأكثر وتبقى دائما هي في الصدارة. أكيد إحنا خلنا إرث كبير هذا مجمع الشروق، وإحنا إن شاء الله نكونوا قد المسؤولية ونشرفوا هذه القناة ونشرفوا الجزائر ونشرفوا بلادنا ونشرفوا عائلاتنا وجميع الناس اللي تشوفينا إن شاء الله. ونفتتحوا سويا هذا الموسم في أول حلقة مع كريم. اكيد انا الموضوع تاعي اللي جبته اليوم بون على بالكم بلي راه قريب اول نوفمبر وذكرى الثوره التحريريه هيتو. انا نقعد نقرا هكاك في على الثوره على امورات بالك اللي غابوا علينا ما شفناهمش، وانا شفايت على مقام شهيد كما راكم تشوفوا الان. دوك نبداو نشوفوا صور تاع مقام شهيد. شفت واحد المعلومه وريحت عندها المعلومه انه مقام شهيد على بالنا كاع باللي كي تبنى ما تبناش للتفاخر بالفن المعماري، هو تبنى اللي يكون صوره دائمه للذكرى اللي تخلد شهدائنا الابرار واللي الانجاز اللي داروه. دونك انا اليوم حبيت نقول لكم علاه بالضبط مقام شهيد تبنى في هضبه الحمه. هاي معلومه جميله جدا، لانه مقام شهيد ما تبناش في هذا في هذاك المكان وهضبه الحامه غير هكذاك، لانها هضبه الحامه عندها دلائل تاريخيه واللي خلات الدوله انذاك تختار هذاك المكان، بالرغم من انه الفكره اللي كانت للراحل الرئيس السابق هواري بومدين ربي يرحمه ويوسع عليه، ولكن بعد ما ماتوا حتى ما بعد ما مات جسدت الفكره هي كانت في الفكره تاع الراحل هواري بومدين انه يكون مقام شهيد في العاصمه الثوره الجزائريه باتنا، ولكن بعدين بدلوها وداروها في هضبه الحامه. هضبه الحامه على بالكم باللي موقع هضبه الحامه شهدت عده معارك تاريخيه من بينها معركه ضد الحمله الصليبيه التي قادها شارل لوكان. هذا كان قاد حمله صليبيه ضد الجزائر وين كان جاب اسطول كبير وكان بيهاجم الجزائر، ولكن الهضبه هذه كانت فيها مدافع كبيره كانت تيروا على السفينه تكسر الدور تعاود دير يعني كانت في هذيك هذاك المكان كانت في هذيك المكان كانوا كاين مدافع كبار وين كانت لما يجوا السفن تاع الحمله الصليبيه اللي كانت ضد الجزائر انذاك كانت تالمون الهضبه عاليه كانت كي يضربوا المدفع السفن يتكسروا يعني تساعدهم، كانت حسن حصين للجزائر. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه انه في ذيك الهضبه مجموعه 22 التاريخيه اجتمعوا في الهضبه تماك باش يقروا كيفاش يديروا اندلاع الثوره التحريريه، وكانت منطقه شغل تاريخيه. وثاني الحاجه الثالثه انه هذه عندها معنى رمزي كبير كبير كبير، انه كانت خلال فتره الاستعمار الفرنسي كانت كاينه فيلا تماك اسمها على فيلا سويزيني. هذه الفيلا تخيلوا شنو كانوا يديروا فيها، كانوا يعذبوا فيها المجاهدين تعذيب شديد هذيك الهضبه. ما باليش الى الان هذيك الفيلا مازالها كاينه ولا رابت، ولكن على جال هذه الاسس خيروا يبنوا هذاك المكان مقام شهيد. يعني كاين بزاف دلالات باش بنوا مقام شهيد بيانسير، هذيك البلاصه تاريخيه وعندها دلالات استراتيجيه ودلالات تاريخيه اللي خلات بعد الاستقلال وين جميع الدول لما يجوا لهنايا ويترحموا على الشهداء يروحوا لهذاك المكان واوبليجي عليهم يترحموا على الشهداء، خاصه الفرنسيين ولاو يجوا حتى المقام شهيد ويترحموا على الشهداء غصبا عنهم في المنطقه اللي عندها دلاله تاريخيه كبيره. عندي انا فيديو حبيت زعما نشوفوه كيف دوك امير بودوني يعطينا الفيديو نشوفوه. هو الفيديو فقره من شريط تاريخي اللي كان بث ايام كي كان المقام شهيد يتخدم. دونك نشوفوا الفيديو نعاودوا نرجعوا نشوفوا ابيبي كيفاش كان يتبنى يلا نشوفوا الفيديو نرجعوا لكم ان شاء الله. لافالان دو سون كوتي تانت اوسي دو فير سا بلاس ان الجيري. En 1981, elle fait une percée remarquable. La construction du sanctuaire des martyrs, un monument de 82 mètres de haut. Ce projet a une grande valeur symbolique pour ce pays. Il s'agit du bâtiment commémoratif de son indépendance. Au moment de la signature du contrat, le commandant Ben Kortebi de l'armée algérienne demande l'impossible à Jacques Lamar. Le monument doit être rehaussé de 10 mètres. Pour nous, là, c'est le commandant qui dit qu'il faut augmenter de 10 mètres. Il y a toutes les implications sur la structure, c'est qu'en fin de compte, il faut pratiquement refaire tout le design puis redimensionner le monument. Et à ce moment-là, je lui ai dit, c'est pas possible parce que déjà, lorsqu'on est signé en nous, c'était un défi presque impossible. Puis il dit, mais pourquoi qu'on ne prolonge pas de 2 mois? Au lieu du 5 juillet, on va finir le 5 septembre. Puis là, il me dit une phrase qui m'a un peu gelé. Il dit,
Il dit, Monsieur Lamar, le 25 décembre, c'est Noël, c'est pas le 25 février. Il faut que ce soit prêt le 5 juillet. Fait que là, ça a été un défi incroyable. Les gens travaillaient, puis pas puis, tempête, pas tempête. Quelques heures avant son inauguration, l'imposant bâtiment est terminé et mesure 10 mètres. كما شفتوا باللي يا حسراه هذه في مقام شهيد بني في 1982 وافتتح في 5 جويلية 1982 بلا ما ننسى هو المقام شهيد كان من تصميم الرسام الجزائري بشير يلس مع مهندسين في شركة كندية هما اللي أقاموا بالبناء تاع مقام شهيد ولكن جماعة أنا لما كنت نبحث على هذا الموضوع شفت واحد الصورة وعجبتني بزاف بزاف حبيت نحبس عندها يعطيها لنا المخرج أمير بودولي يعطيها لنا باش نشوفوها كيف كيف تحية كبيرة ليه المخرج تاعنا أكيد يعني وكاع ليكيب اللي راهي السهرة على اليوم دونك أنا مادابيا زملائي إكرام ومنال وكريم نعلقوا على هذه الصورة أوكي. شوفوها يلا هي صورة جميلة التقطت في أيام كي كان يتبنى مقام شهيد دونك ها هي الصورة الله الله نقدروا نشوفوها هنا أمير يعني ولا يقدر المخرج يبعث أنا ولا ندوروا بعدين يلا كما راكم تشوفوا مشاهدينا الكرام هذه صورة رانا نشوفوا مقام شهيد كان في النص ولكن أنا الحاجة اللي عجبتني بزاف هما هاد الأشخاص اللي راهم قاعدين ومقابلين مقام شهيد يعني واش كي نبدا بمنال كي تشوفي هاد الصورة واش ها؟ نشوفوا لي دو جينيراسيون نشوفوا المستقبل نشوفوا الماضي ونشوفوا الحاضر الماضي كي نشوفوا جدودنا والحاضر اللي رانا عايشينه حاليا والمستقبل هو أيضا مقام شهيد هنايا راهو يتبنى صح لكن ما قد ما تبنى بعد السنوات الكثيره اللي مرت يقعد دائما حاضر في قلوبه ودائما كما قلت عنده دلاله سياسيه اقتصاديه والاهم من هذا تاريخيه. اكيد كريم انت بالك مش عارف مطلع كثير على التاريخ الجزائري والثوره الجزائريه هو عربيا الناس قاعده تعرف انه الثوره الجزائريه واعطينا تعليق تاعك. هلا اكيد في عندي اطلاع يمكن ما نشامل عن التاريخ الجزائري بس بدي اسالك هل بدك تقول لنا مين هذول الاشخاص ولا لازم نعلق من دون ما تخبرنا مين هذول الاشخاص؟ علق كيما بانت لك الصوره يعني. هلا انا باينت لي انه الناس بيحبوا بلدهم وعم يشوفوا شيء حضاري جديد عم يتبنى ببلدهم فحابين انه يراقبوا الموضوع كرام انا نشوف يعني من خلال هذه الصوره نشوف انه هاد رجال الجزائر اللي قاعدين يشوفوا في مقام شهيد يتبنى يشوفوا يعني الثمره يعني اللي يعني جابوها من بعد الاستقلال والثوره الجزائريه والمجاهدين كامل اللي ماتوا ربي يرحمهم ان شاء الله دونك يشوفوا باللي يعني بعد هذاك الشقاء كامل وبعد واش حاربوا وجابوا لنا الجزائر يعني يشوفوا باللي كاين حقيقه طبعا. اكرم حقيقه حتى انا لما شفت الصوره حسيتهم كانهم مجاهدين صح تكسلوا وشوفوا ايه مقام شهيد يطلع صاي يعني نتيجه نتيجه الاستقلال تاعهم بصح انا شغل باش نضحكوا برك يعني انا حسيت هنا كي شفت الصوره هذه تفكرت هذيك اللي يقول لك شتي هذوك الجماعه اللي كي تكون تمشى معاه ويكون يبنوا بن جديد يقول لك انا غادي نشوف لها كي كانت باللوط جهه منال منا راهي كان ضرب جهه كريم كانت منا غير نخل يضرب بنوها وهذا هو المعنى الحقيقي تاع راك قديم على مقام شهيد هذوك الجماعه شغل مجاهدين وهما قدم على مقام شهيد هذه هي منا جابوا قديم على مقام شهيد واقعيه تحيه الجزائر تحيه بلادنا وتحيه الشعب تاعنا كاع وين ما كانوا ان شاء الله يا رب تحيه الجزائر وتحيه ثانيه ليكيب تاع سويعه لايف اللي نعاود نشكرهم ثاني من خلال هذا المنبر ونقولوا برك للمشاهدين انه ما ينساوش يتصلوا بنا لانه فتحنا لكم الاتصال فتحنا لكم المجال انكم تصلوا بنا باش نعاودوا نسمعوا اصواتكم وش توحشنا اصواتهم يا كريم شكون اللي راح حافظ الرقم؟ شكون اللي راح حافظ الرقم؟ 23 و70 وانت كمل كريم 23 70 كمل 93 84 انا كاع ما ننساش النيميرو راني كاتبه هنا هيا تقدروا تتصلوا بنا مشاهدينا الكرام توحشناكم توحشنا الصوت تاعكم ماذا بيا اللي اتصلوا بنا نهضروا شويه على المعلومه اللي مديناها الاولى مقام شهيد اسكو كان على بالهم باللي تبنى باسكو كانت كاينه تماك معركه وين الجزائر عندها دلالات استراتيجيه وتاريخيه فوالا انا نستناو في اتصالاتكم انا نستناو الرقم او يظهر اسفل الشاشه ثاني نعم. كريم يعني ولا ما شدوش ولا نساونا شويه متابعينا كان على بالنا طولنا عليكم باش رجعنا نساونا شويه بصح على بالي بلاكم تفرجوا فينا بالبزاف صح رجعنا باش بقوه بقوه كريم اكيد اكيد والحصه تاعنا تاع سويعة لايف نعاودوا نعطوهم برك كيفاش حتكون هذه الحصه تاعنا فاحنا ما راحينش كيما نقولوا يكون عندنا موضوع محدد ولا عندنا اربع مواضيع كل يوم راح في واحد فينا يجيب موضوع ولا معلومه يقدمها لكم فوالا هذه هي سويعة لايف اللي راح
ترافقكم طيلة الموسم، ومادا بينا تاني تقترحوا علينا مواضيع بالك كاين الناس يحبوا يفيدونا بمعلومات احنا ما نعرفوهاش. أكيد. بعد ما كملنا مع فقرتك والموضوع اللي جيتنا به اليوم الموضوع التاريخي، حكيتنا على مقام الشهيد اللي خلد ذكرى أجدادنا، نروحوا ليك إكرا في موضوع آخر مختلف بعض الشيء اللي هو كرة القدم و الروك والرياضة والفاشن والستيل، خلطناهم كامل اليوم، جبنا لكم موضوع فيه بزاف جوانب. يعني احنا حبينا نهضروا على كرة القدم بما انه في برنامجنا حيكون بزاف جوانب نحكي عليهم. اكزاكتومون، دونك حيكون سبور، الفاشن، ماكياج، حيكون ثقافة، سياحة، كل حاجة يعني اللي تقدروا تستفادوا منها انتم. اليوم حبيت نخير لكم بما انه انا نحب الرياضة ونحب الستيل والفاشن الى غير ذلك. ما تجيكمش بيزار، غادي الطفله تهضر في كره القدم، اكرام متمكنه من داك انا تغلبني في المعلومات. تغلبوا مثل بيقولوا بملعبه وبين جمهوره. ايوا هادي يلا. دونك اليوم حبيت نجيب لكم سوجي ولا من هاد من خلال هذا الموضوع بالك حتدوا شويه معلومات. الموضوع تاعنا تاع اليوم هو لي لوك تاع لي جوار ولا لوك تاع اللاعبين اللي نشوفوا فيه بزاف 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 وصنع الحدث خاصه في الاونه الاخيره. وين كان يعني صبغات الشعر ولي لوك خاصه اللي تكون غريبه بزاف في الملاعب كوسوسوا الجزائريه ولا حتى الاوروبيه. تغييرات تاع اللوك تاع اللاعبين مشاهدينا الكرام دائما يكون غريب جدا، الكثير من الاحيان نشوفوه انه يعني يروح بعيد، يعني ما يكونش فقط تسريحه كما راكم تشوفوا تاع كريم ولا تاع كريم. هما الجوار يعملوا بالمثال تاع بدل اللوك يحبوك. صح. القصة الشعر هذه كما قلت انت يا بدل اللوك يحبوك اكزاكتومون صح، باسكو ولات لا ميثود لا بلو فاسيل ولا لا بلو افيكاس باش يتسلط الضوء عليهم ولا باش تميزوا في الملعب كتميز تاعهم سور لو تيران. باغ اكزومبل شامبيونا دونجلتير نشوفوا انه اللاعبين كل سمانه عندهم قصة شعر جديده، واللي كانت عنده قصة شعر يعني دارت الحدث يخليها بصح يدير فيها روتوشات كما نقولوا، وشكون من غير الحلاق المعروف لو كونوا بزاف في العالم الرياضي خاصة للاعبين يدير لهم بزاف لي كوب هذوما الغريبة هذوما اللي هو تشيلدن إدواردز. شحال يخلص هذا تشيلدن إدواردز؟ تشيلدن إدواردز في الصالون تاعو تلحق يعني القصة الواحدة 50 جنيه استرليني أي ما يعادل 69 دولار. زعما شحال بدراهمنا؟ يا دار 69 دولار صافا يعني 69 مليون و هاي قريب جميل كثر يا سلام. دونك تشيلدن ادواردز هدايا منال كريم وكريم بوباكور وكريم اليوم حبيت نقول لكم باللي هو جامايكي وجامي كان دار تدريبات ولا دورات باش يعلم الناس باغزومبل ولا باش يعلم روحو باردون يدير هاد لي كوب وهاد لي كولور وهاد القصه تاع الشعر، وين خلات لي جوار بزاف يروحوا ليه يعني بطريقه يعني كبيره بزاف، وين شفنا ثاني حتى اللاعبين المعروفين بزاف ولاو حتى يديبلاسيو. شكون اللي حفظ عندها؟ يحفر عنده كيما بول بوغبا. بول بوغبا معروف. بول بوغبا وي بول بوغبا معروف. كوني بركي بعث لنا الصور تاعو المخرج تاعنا نشوفوا بول بوغبا الصور تاعو لي لوك تاعو اللي نشوفوها دائما من غريبه الى اغرب شيء. هذا محرز هذا نشوفو. لا لا هذا محرز، انا لاحقين المحرز جوستومون، انا لاحقين المحرز كيما قلت لك. القصه عنده تلحق حتى 69 دولار. بصح هذه الفكره انه فكره واحد حلاق يربح بزاف دراهم من خلال اللاعبين ولا يلحق وين يرجع اللاعبين هكذا ويربح من عندهم دراهم، كانت فكره يعني ما كانت وارده وما كانت فكره غير مربحه. يعني شوفوا الناس انه على بالي اكرام حتى الان المصففين الشعر هنا في الجزائر هي صح حرفه كانت ما فيهاش بزاف دراهم، الان في الوقت الحالي ولات حرفه فيها دراهم لانه التحفيفه الوحده طلعت السومه تاعها ولات غاليه، ولا الحفاف في طوع يحفف الخمسه تاع الناس ولا سته تاع الناس باش يكون يلم هذاك لاسوم تاع التحفيفه تاع وحده تاع دروك. صح اكزاكتومون. هذه الفكره باش ولات يعني وارده عند الناس كريم، يعني باش ولات كما قلت انت طلعوا في السومه ولاو يربحوا بزاف الحلاقين بيناتهم. هذا تشيلدن ادواردز اللي ولا معروف بزاف هذه من سنه 2000. علاش سنه 2000؟
باسكو قبل سنه 2001 حنا كندوا في 2000 نو باسكو سنه 2000 غير رونالدو كان يدير واحد العكسه هنا هذيك بيزا هذيك كانت بيزا صح مي سنه 2000 من قبل سنه 2000 يعني بالك اللاعبين ما كانوش يتجرؤوا بزاف يديروا هاد لي كوب بيزار ولا هاد القصات الغريبه كيما نقولوا بصح بفضل بيكام دافيد بيكام اللي يعني معروف في الساحه الرياضيه ساحه كره القدم ما كانش اللي يعرفوا يعني من سنه 2000 شفنا انه بيكام تجرأ ودار اون كوب بزاف غريبه ولا بزاف بيزار وين دخل بها الملاعب وسلط بزاف الضوء عليه وكتبوا بزاف عليه الجرائد لتما والمجلات يعني في لونجلتير دونك فوالا اكزاكتومون دونك من سنه 2000 ولات فكره انه حلاق يدير يعني هذه القصات الغريبه ولا البيزار لي جوار ولات فكره مربحه جدا يعني بزاف يدو مدراهم من بيناتهم ما بانيش اسكو تبعوا بزاف تبعوا شويه فوتبول على بالي بلي كريم يتبع مي كريم يدور بزاف في لي ريزو سوسيو جو كخوا وشكون هو الجوار اللي تشوفوا بالك عنده قصات هكاك غريبه شوفي انا اسماء الجوار عندي معاهم مشكله وهلا بدي اقول لك الجوار اسماء اللاعبين عندي معاهم مشكله بس بشوف انه في عندهم ستارات انا كنت بدي اسالك عن موضوع ثاني انت كنت عم تقولي انه كل اسبوع في قصه في قصه جديده يعني في عندهم ميزانيه مخصصه بس عندهم ميزانية مخصصة الحقنا كما قلنا الحقنا اللي نسقي اوكي في عندهم ميزانية مخصصة عندهم ميزانية مخصصة والميزانية هذه تلحق بزاف يعني تطلع بزاف لي بخي تاعها كما لاعب سابق للبارسا ولاعب الحالي للبي اس جي نيمار فوالا نيمار يعني ينفق حوالي 2400 دولار شهريا غير على شعره غير على شعره هذا ما كان اكرام انت كي تحكي وانا تفكرت سنين للوراء ايه ما كانش تحفيفة دارت البرز بين جوالا كما تحفيفت على توريس صح على توريس توريس هو لاعب اسباني اسبانيولي وين كان يلعب في اتلتيكو مدريد بعدين راح لانجلترا دار على توريس انا تحفيفه ما عجبتنيش بزاف انه بزاف المراهقين بزاف اللي جان تبعوه ولا يروحوا عند الحفال يقولوا دير لي وحده على توريس يعني نشوفوا هنا نقطه مهمه صح التقليد كريم التقليد نعم التقليد سيء دافا يكون تقليد صح وتقليد كما تقليد كي تهضر على الكرام بالعاده في المجال مش فقط الرياضي حتى في الفني لانه هذا النوع من التقليد عامة ما يكونش غير في الجانب الرياضي في المشاهير وين يكون كاين مشهور يكون تقليد أعمى لكن هذا التقليد دائما يكون في الجانب السلبي أنت كمعدة عديتي هذه الفقرة شوفي أنه لي كوب هذوما جلوبالمون كاع لي زيتيوم أما فيهم اللي ممكن تكون شائعة وعادية ما اللي تكون شائعة وعادية وشفناها مؤخرا هي بيان سور لا كولور بلاتين ولا شعر أصفر لما يديروا فيه كامل لي جوا آخر واحد كان محرز ماشي غير محرز وحتى سعيد بن رحمة ثاني لاعب المنتخب الوطني الجزائري هاد لا كولور شفناها بزاف في لونجلتيغ يعني لونجلتيغ الدوري الإنجليزي الممتاز بزاف لاعبين يديروا هاد بلي محرز صفق شعره والناس ما على بالهاش محرز حنا الجزائريين كي نتفرجوا على سيتي ما نتفرجوش كاع شو نحوسوا غير على محرز باش يبان صبغ الناس شعره صفر باش من بعيد يبان قال محرز انا حنا نحب الوطني زعما حيلي في هذا الكرام نحب الوطني يشوفوا كيف شعرك حال يشوفوا شعرك حال انا لاحقين لهذا النقطه بدات منال حبيت ندير لكم بعض اللاعبين اللي حنشوفوا بالك الصور تاعهم يجوزوا الان وتشوفوا لي كوب تاعهم تقدروا تعلقوا عليهم بيان سور عندنا مبابي اللي دار ثاني واحد لاكولوغ غير كيما نسب هاد لاكولوغ ليكيب تاعو البي اس جي وين دار شعره بلو كيما رانا ما جاش بالك بلو شويه بلاتين من تحتها فوالا مبابي هو لاعب بي اس جي حاليا ويعتبر من افضل اللاعبين في العالم اي بان كي الكتكوت خرج من الو نشوفوا فوالا نشوفوا صور واحده اخرى بالوتيلي اللي هو لاعب ايطالي من اصل غاني يعني يلعب بالمنتخب الايطالي ويلعب في الدوري التركي اللي هو ثاني معروف بزاف بهاد القصات الغريبه غريب بالوتيلي زعما جامي شفت واحد خلط بالوتيلي يعني هو ماريو هو يعطوا له ماريو يعني هو بالك يشوف واش تقول كريم كريم ما يتبعش كرة القدم صح تعطينا تعليق على القصة انا ما نتبعش كرة القدم بس انا بنتبه قديش العالم ممكن تقلد هي ستايلات صح. وبغض النظر اذا هي ستايلات مثل ما بتقولوا شابة ولا ماشي شابة يعني خاصة نشوفوا كيما نقولوا هادو اللي يقراوا مناسبة لمجتمعاتنا كمان اكزاكتومون اللي يقراوا بالك ثاني شوفوا مسؤولين واللي ما يخلوش دي كارسون يدخلوا على جال لي كوب تاعهم يديروا بزاف يتبعوا بزاف لي جوار وين مام في البلاي يلعبوا ولا البلاي دوكا تطور ولا يدير لك لاعب كيما
هو يعني ولا شعره صفر ولا لاكوب تاع هذيك يخرجها لك العمام دونك تشوفها اش دي دونك هما كيكونوا يلعبوا بلاي اوتوماتيكمون يشوفوا هذاك لو جوار يروحوا يقلدوا ويدخلوا هكاك للمدارس وين حاجه ما ولاش يقبلها يعني المسؤولين في المدارس. نكملوا نشوفوا بعض الصور اذا ممكن طبعا نشوفوا تاع دافيد بيكام تاني دافيد بيكام هو اللي دشنها هذه الحاجه تاع القصه تاع الشعر. انا شفت القصه تاع دافيد بيكام ولكن ما تبليش بلي غريبه بزاف هو يعني تبلي عادي هذاك الوقت هذاك الوقت اكزاكتومون هذاك الوقت وين واحد يدير لي تريس ويدير هي هذه القصه معروفه عند الناس اللي عندهم شعرهم افارقه افارقه يديروا هذه لاكوب هذه ولكن كي خرج بيكام دارها اول مره واحد ابيض هكا يدير كوبا كيما هذه يعني جات غريبه حتى لا كولور تاع شعره كان يصبغ شعره صفر هذاك الوقت هو صح الي بلون بصح زاد هذيك البلاتين هذاك وين انا نشوفوا فيه دوك عاود ولا هذاك البلاتين عاود نولوا برك للحلاق اللي هضرنا عليه تشاردن ادواردز هذا هو نفسه اللي عمل تسريحه محرز وين كنت بعثت لنا تصورت محرز بالبلاتين اللي نحاه غير دخل ليكيب ناسيونال دونك الدولي الجزائري رياض محرز كان كان صبغ شعر محرز وين محرز نحاه هو وسعيد بن رحمه فور دخول تربص قبل الاخير للمنتخب الجزائري الوطني. انا حبيت نسقسي كريم تقدر دير لي كوب كيما هما قبل ما تسقسيني تفكرت يعني واحد البوليميك صارت في لا كوب دي موند تاع افريقيا تاع جنوب افريقيا وين الجزائر كانت مشاركه والمباراه الاولى تاع اللي كنا ضد سلوفاكيا على ما اظن او سلوفانيا لا ما تخونيش الذاكره جميع اللاعبين تاع الجزائر كريم زياني شواوشي اغلبتهم كانوا دخلوا شعرهم مصبوغ اصفر وين تعرضوا للانتقادات انهم ما مثلوش يبدا ما مثلوش الهويه الجزائريه اللي يعني احنا ماشي ما راناش كيما الدول الغربيه وين نصبغوا شعرنا وتعرضوا لانتقادات كبيره نعم وحنا ماذا بينا باش يكونوا يعني يمثلوا الهويه تاعنا والمجتمع تاعنا. هي شوشي هي اللي بدا هذا لامود كي نجيو نشوفوا في البطوله الوطنيه كان يصبغوا شعر اصفر. سقسيتك سؤال اللي هو تقدر دير هذيك لي كوب اللي شفناهم باي زومبل تاع مبابي زعما الا كنت جوار الا كنت جوار تاع بالون الا كنت جوار تاع بالون كان عندي اونترينر كيما بالماضي مستحيل وبعيد على الجوار كل انيماتور تقدر ديرها لا مستحيل انا اللوك تاعي ولا نختاره لوك كلاسيكي عادي جد عادي يعني ما نحبش ندير بزاف هاد لي كوب وكاع باسكو انا هكاك نشوف روحي نحس روحي اليز يعني بالماضي هو دار هاد الحاجه يعني وين ما كناش نشوفوها كما قال كريم في ليكيب ناسيونال من قبل ما كناش نشوفوا كامل هاد لي كو اونفا كنا نشوفوهم مي دوكا ما وليناش كنشوفوهم مع بالماضي دونك بن رحمه لاعب ويست هام الانجليزي وتاني محرز دخلوا التربص القبل الاخير ورجعوا شعرهم ناتشورال وخلاوهم ان شاء الله يقعدوا هكذايا. فوالا بلا قبل ما تختمي الموضوع تاعك نتمناو للفريق الوطني تاعنا نجاح ويتاهل الى كاس العالم في قطر 2022 وهذا العام على بالي ما نال هكا شغل هذاك لو جور تاع البنات اللي ما يتبعوش بزاف الكره وما يتبعوا غير كي تلعب ليكيب ناسيونال ماشي فاهمين وين نزلوا منا ولا منا لكن ما عرفت بلي يلعبوا 11 11 وهذا راح نديروا موضوع علاش داروا 11 نتمناو لهم النجاح والكاليفيكاسيون ان شاء الله هذا العام وهذا العام راح يكون حافل بالبطولات كاس افريقيا كاس العرب وكاس العالم ان شاء الله ان شاء الله كل توفيق لمنتخبنا الوطني الجزائري وان شاء الله يا ربي نروحوا كوب دي موند ونروحوا كامل لقطر ان شاء الله بالك نديروا مباشر سويعه لايف من تما كي نهضروا على قطر ودول الخليج يا دراما ناله واش وجدت لنا اليوم قبل ما نروحوا واش وجدت اليوم نروحوا لكريم كريم هذه المره نسبقوا معاك لانه عندي اليوم ضيفه عبر سكايب الوقت اللي بجهزوا فيها ضيفتنا نكملوا معاك عندنا ضيفه لكن قبل ما نحكيوا على الضيفه كريم نرجع للخط ليا لانه ضيفتي جاهزه اوكي معليش انت واش دراك اوكي يلا اليوم كريم اكرام كريم رايحين نحكيوا على التظاهره ولا المعرض ولا العالمي اللي ظهر حاليا واللي راهو متواجد بدبي بالامارات العربيه المتحده دبي اللي هو اكسبو 2020 ولا اكسبو 2020. قبل ما نحكيو على اكسبو 2020 نحكيو على اكسبو. واحد فيكم يعرف الاكسبو المعرض العالمي؟ ما هو معروف انا شخصيا نعرفه باللي هو معرض عالمي ودولي وين يشاركوا فيه الدول ودائما يكون كل خمس سنوات وكل خمس سنوات دائما يكون فيه اختراعات جديده فيه فيه لونسمون تاع لي برودوي جدد يعني ايفينمون كبير بزاف.
الوغ اكسبو 2020 نقولوا كما قلت كريم فيه معارض كثيره، فيه تاريخيه، نرجعوا للجذور لكل منطقه ولكل بلد. الحديث عن 2020 ولا اكسبو 2020 من تطرق للحديث عن المعرض في حد ذاته. فيه كما قلت عده دول، 192 هذا العام، 192 مشاركه. حتى الان زاروا اكثر من 300 في اليوم الاول، اكثر من 300,000 شخص في اليوم الاول. زائر باليوم الاول. الفكره اساسا من معرض اكسبو هو تبادل الافكار والاختراعات وثقافات من الدول العالم. اكسبو 2020 نعم. ويادرى الجزائر مشاركه؟ حاضره الجزائر، حاضره بشكل كبير. هذا العام الجزائر ظهرت، دوك نشوفوا سويا نور، اذا ممكن تمرينا فقط فيديو نشوفوها سويا. فوالا هذه كانت بعض اللقطات، فيديو قصير عن اكسبو 2020 اللي قام به دوله دبي، واللي راهو مثلا متواجد لغايه الساعه 6 أشهر من الان، من شهر اكتوبر البادئ من اكتوبر 1 اكتوبر 2021 حتى المده المنتهيه لها في مارس 2023. تظاهرات عديده ومن بيناتهم بطبيعه الحال الجزائر متواجده بقوه. مش عارفه اذا زرتوا من خلال الفيديوهات اللي شفتوها عبر المواقع. زرنا غير بالفيديوهات، ما زرناش كاع بالشخص هكا. زرنا غير بالفيديوهات. هي شوف الجزائر هذا العام جات في رؤيه استشراقيه نحو مستقبل افضل، هذا كان شعار الجزائر لهذه التظاهر. شافوا هذوك الجماعه اللي كانوا يشوفوا في المقطع اللي كانوا تما، كانوا يشوفوها ما شاء الله. كما نرى جناح مليون شهيد كان جناح خاص بالتاريخ الوطني. ركزوا على القصبه الجزائريه، داروا مجسم مصغر عن القصبه الجزائريه. عرضوا ايضا تاريخ الجزائر من خلال ثوارها، من خلال كل اللي مرت به عبر السنين وعبر العصور، وايضا ركزوا على جانب جد مهم واللي هو التواصل والثقافات، والاهم من ذلك الاقتصاد الجزائري اللي متواجد بصحرائنا الكبيره، متواجد ايضا بكل ما يخص الجزائر. البدايه كانت مع الاتصالات وايضا الطاقه الشمسيه اللي كانت حاضره بشكل كبير. كريم، انت كنت زرت السعوديه والامارات من قبل؟ زرت السعوديه، عشت 4 سنين بالرياض، بس ما زرت الامارات. الامارات ما زرتهاش، ان شاء الله تزورها قريبا. معنا نظن عبر سكايب ولا عبر الزوم، تطبيق الزوم، ضيفه. الو، نظن انه عندنا ضيفه. قلنا اكرام لا تسمع في، لانه انا مانيش نسمع. الاتصال على ما اظن واجد. نشوف برك مع المخرج تاعنا امير، مازال شويه معليش راح تكون حاضره معنا ضيفه. فوالا، قبل ما تجي الضيفه تاعنا، من المهم جدا
حضور الجزائر في محافل دولية مثل هذه، لأنه هنا وين نبدأ نعرفوا نسوقوا لتاريخنا، الهوية تاعنا، لثقافتنا، لمنتوجاتنا، باش الهوية الجزائرية والمنتوجات الجزائرية كي تكون حاضرة في محافل دولية كما هذه مليح بزاف بزاف. وهذه هي لازم يعني الناس اللي تعرف أكثر تاريخ الجزائر تعرف أكيد. أنه الجزائر المهم هذا العام إكرام هذا المعرض انتظروه سنين عديدة. من 2013 تم استضافة الإمارات، تم المصادعة لأنه الإمارات تكون هي الوجه الإعلامي والوجه العام لمعرض إكسبو 2020 باش يكون في 2020، لكن في ظل جائحة كورونا مع الأسف تم تأجيله ل 2021. وللإشارة فقط لأنها المرة الأولى التي يتم تنظيم هذا النوع من المعارض إكسبو 2020 ولا إكسبو عموما في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا. يعني في جوية هنا ما كانش هذه أول تظاهرة، وكان لقاء نظل حتى لغاية الآن ما كانش من قبل وين كانوا كاينين زوار كيما هذا العام. قالت حالة استثنائية ما عاشوهاش من قبل، الإقبال كان جد ضخم مقارنة بالسنوات السابقة للإكسبو. احنا ما نساوش ثاني عندنا معرض دولي جزائري اللي يستقبل فيه العديد من الدول، لكن مختلف. نعم هذا إكسبو عالمي على بالي عالمي، ولكن احنا حبينا نسيتوا شوية لبلادنا شوية. دونك قلت لك عندنا المعرض الدولي الجزائري اللي شاركوا فيه العديد من الدول. انا دائما نحضر هذا المعرض، وعلى ما اظن انه ما بقالوش بزاف ويتنظم في أكثر المعارض صنوبر البحري. إن شاء الله نروح لتماك ونشوفوا بالك نديروا مواضيع لهذا المعرض إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. والمتصلة تاعنا ولا تاعنا مش عارفين إذا جاهزة ولا لا. شوفوا مع أميرة أنا خاطيني دونك معليش لو طون تجهز معليش. أنا نقول أنه نروحوا بالك نشوفوا الموضوع تاع كريم قبل ما نروحوا على الموضوع تاع كريم. أعطيلو الكلمة كريم، احنا غادي تروح نستنى افتتاحية تاعو. يلا ها هي ال 404 باشي جات لعندك. ها هيا يلا تفضل. نبلش معاكم اليوم، جايب لكم قصه لفتت نظري شفتها من كم يوم لما كنت عم ندور بالسوشيال ميديا. كنت اتابع جيم اوف ثرونز. وي هي سلسله يعني تاريخيه. اوكي هلا هي الموضوع ما له علاقه بجيم اوف ثرونز بس له علاقه بالكرسي وبالعرش. اوكي في عندنا شاعر قعد على كرسي العرش لمده يوم وليله، وهي كانت من اقصر فترات الحكم اللي صارت بالتاريخ العربي. أقصر فترات الحكم اللي صار ليلة واحدة يوم وليلة واحدة يوم وليلة ليلة زادوها لها بونيس. هو أبو العباس عبد الله بن المعتز بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد. أبو العباس أبوه كان خليفة طبعا بالعصر العباسي عم نحكي عصر العباسي، وكان جده خليفة. لما كان صغير أبوه تم قتله بمؤامرة صارت عليه وطيحوه عن الحكم. جداته هربيته وعاش بمكة. هربيته ما بعرف إذا هرباته. يلا عاش بمكة وتعلق بالأدب وبالشعر، وبعدين رجع على بغداد واختلط بمجتمع الشعراء والأدباء، وكان في له اسم كتير كبير ببغداد بمجتمع الشعراء. جبت لكم بيت شعر إذا بتحبوا لكم إياه. طبعا شكون ما يحب الشعر كيما كريم بوباكور يموت على الشعر. الشعر خاصة اللغة العربية. بيقلك أبو العباس: مر عيش علي قد كان لذة، دهتني الأيام فيها وحذة، وانثنى عني الشباب وغودرت فريدا من الأحبة فذة. الله. طبعا هو كان عنده مؤلفات كثير، من بعضها هي الزهر، الرياض، البديع، جامعة الغناء. مازال عندك شوية شعر ولا كمل؟ شعر الملوك هلا برجع لك. يلا. بس هذا المجد اللي اخذه بعالم الشعر ما كان كافي بالنسبة له. كان دائما يفكر انه هو لازم يسترجع الحكم تبع ابوه وجده. طب وش اللي خلاه انه يحكم ليلة ويوم واحد؟ هلا رح احكي لك. هلا بنوصل. يلا. بوقتها كان ابن عمه الخليفة المقتدر اللي كان عمره 13 سنة هو اللي كان خليفة بهذاك الوقت. عمل مؤامرة على ابن عمه وشاله من الحكم وقعد على كرسي الحكم لمدة يوم وليلة واحدة. ليش يوم وليلة واحدة؟ لأنه بهذا الوقت رجال ابن عمه اللي هو عمل مؤامرة عليه حرضوا الشعب عليه، والشعب سار عليه للشاعر وشالوه عن كرسي الحكم، وبعدين تم قتله بطريقة ما للأسف وطلع على الحكم. بس هو ما زال من الشعراء اللي معروفين بتاريخ الأدب العربي وخاصة من تاريخ العصر العباسي. وخاصة العرب معروفين مشهورين بالشعر والشعر القوي، وأنا نحب الشعر العربي القديم لأنه يبين لك قوة وجمال اللغة العربية. خاصة لما يقرأ لنا زيد يقرأ لنا شوية أبيات كريم. أوكي بيقول لك شعر. يلا.
ألم ترني سخطت على الزمان وحسن الظن بالدنيا دهاني، ولست من الشباب وليس مني، فقد أعطيت حابستي عناني. الله، شكرا لك يا كريم. بنهاية القصة بدي لكم شيء على لسان حال الشاعر اللي هو بيقول: أقرب الأشياء إلى النار أسرعها احتراقا. صح، فوصوله لكرسي الحكم هو اللي كان بعد عن النار قبل مليح. كما نشوفه هنا يا نشوفه اوكي، هي صورة تقريبية للشاعر اللي هو عبد الله بن المعتز بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد. الله يبارك، هما الاسم الثلاثي طويل. مش عارف لك عندك فيديو كان نسمعوا بعض في عندنا فيديو لشاعر. انا على ما اظن قالوا لنا انه الضيفه واجده. اوكي يعني واجده الضيفه واجده هكذا امير واجده الضيفه. هيا نرجع لموضوعنا. شكرا على البيت الشعري كريم. نرجع دائما لموضوعنا على اكسبو 2020 ولا اكسبو 2020. فضلي تحضر معنا. واحد زوج ثلاثة احميها. تحضر معنا عبر تطبيق زوم مصممة الأزياء الإماراتية شيخة الغيتي اللي قامت هي شخصيا بتصميم كل الأزياء اللي كانت في افتتاح معرض اكسبو 2020. مساء الخير شيخة. مساء النور، يا اهلا ومرحبا، حياكم الله، شرفتونا في الامارات. اهلا بك. اهلا بك. اهلا بك. مرحبا بك في الشروق تي في. في الشروق تي في بالجزائر، نورتي قناه الشروق. سيده شيخه الغيثي، والله انا اللي اشكركم على هاي الاستضافه الجميله في قناه الشروق الجزائريه، يعني قناه نعتز فيها ونتشرف بالظهور على شاشتها. يعيشك، شكرا لك. شيخة، كنا حكينا من قبل عن تصميمك للأزياء التراثية الإماراتية لتاريخ الإمارات اللي جسدتيه من خلال أعمالك واللي افتتحتي به المعرض الرسمي أو الافتتاح الرسمي لإكسبو 20، لو تحكي لنا عليه. طبعا أنا كانت مشاركتي وتشرفت في هذه المشاركة اللي استضافتها الإمارات إكسبو 2020، كانت مشاركتي هي عبارة عن الملابس التراثية في حفل الافتتاح اللي كانت في استقبال ضيوف إكسبو 2020. فكانت الفكرة إن إحنا كنا حابين نستقبل ضيوف الإمارات بهوية الإمارات اللي هي ملابسهم التراثية التقليدية. أنت لما تروح بلد تحب أول شيء تشوف فيه تراث هذه البلد، هويتها، ماهيتها وحقيقتها قبل لا تشوف أي شيء ثاني فيها. فحبينا إن يكون استقبالنا للضيوف بهويتنا التراثية الإماراتية، وكان استقبال جد راقي. انا من الناس اللي تبعوا المعرض، تبعوا الاكسبو من خلال الانترنت، مع الاسف ما لقيتش فرحة انه نكون معكم، فرصة ان نكون معكم، لكن ان شاء الله طيلت هاد ست اشهر. مازال ستة اشهر كاع، رانا اربعة، مازال ستة اشهر ان شاء الله. 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 ان شاء الله الامارات تستقبل العالم. اكيد. شكرا لك. الامارات في معرض اكسبو 2020 جات تحت شعار تواصل العقول وصنع المستقبل. نظرتكم المستقبلية سيدة غيث، باعتبار أنك حتكوني أيضا في ختام هذا المعرض، نظرتكم المستقبلية لهذا المعرض كيفاش راح تكون وماذا بعد إكسبو 2020؟ طبعا النظرة هي مش نظرتي فقط أنا الشخصية، هي نظرة العالم كله. إحنا مثل ما إحنا عارفين أن إكسبو الفكرة الأصلية هي لإكسبو أنه يستقطب الأفكار الجديدة والعقول الجديدة، وهو مدخل يعني مدخل للمستقبل. دائما اكسبو على يعني على مدى السنوات اللي يصير فيها دائما هو يعني شهد اكبر الاحداث والتكنولوجيا الحديثه اللي دخلت في العالم. فان شاء الله احنا نامل انها ان شاء الله السنه في الامارات بعد ينولد فيها اشياء جديده للمستقبل، اشياء جديده تاخذنا بعد الى مستوى اخر في الحضاره، مستوى اخر في العلم، مستوى اخر في التكنولوجيا. فهذه نظره يعني نظره العالم اللي ما يحدث الان في الامارات، يعني ان شاء الله نظرة استشراقية موفقة. سيدتي فقط باعتبار انه حاليا قاعدة تحضري لختام اكسبو 2020 لحفل الختام، وعندك ايضا تصاميم وعندك ايضا امضاء راح تحضري بها الاكسبو في ختامه. ان شاء الله باذن الله. احنا عارفين ان شاء الله هذا العيد اللي راح يكون اليوم الوطني للامارات هو اليوبيل الذهبي، وهو العيد الخمسين، وهو العيد الخمسين إن شاء الله لدولة الإمارات. بتكون دولتنا الحبيبة أكملت 50 عاما منذ الاتحاد، فطبعا راح يكون طبعا معاها الحين وجود إكسبو، فطبعا راح يكون حدث مميز، راح يكون إن شاء الله يعني بعد احتفالية ضخمة. لكن الحلو هالمرة أن العالم كله راح يكون موجود وراح يشاركنا في هذه الاحتفالية بإذن الله.
ان شاء الله. فان شاء الله يعني يكون شيء على مستوى تطلعات الجميع باذن الله ان شاء الله. كنتي زرتي جناح الجزائر ام لا؟ والله لحد الحين ما زرت ولا جناح، حتى جناح الامارات لان تعرفين من حفله الافتتاح الى التجهيز لليوم الوطني الى هذه الامور كلها يعني كلها يعني ازدحام المواعيد. فان شاء الله يكون خلص اليوم الوطني ونزور الاجنحه كلها وان شاء الله نتشرفنا بالجزائر. شوفي يعني نقولها لك بالجزائريه، تهلاي لنا بزاف بزاف في البعثه الجزائريه، نقول لهم التمر الحليب اللبن فاهمه. نشكرك على جناح الجزائر ونزور الجزائر نفسها بعد. ان شاء الله مرحبا بك، ان شاء الله تكون لك زياره بجناح مليون شهيد، وان شاء الله تكوني ايضا زائره لنا بالجزائر وحين نرجع وفي بلاطو لينا. شكرا بلد العراقه والاصاله نتشرف ان احنا نشوفها ونزورها ونتعرف على اهلها. شكرا سيدة شيخة الغيثي، شكرا للاتصال، شكرا لتواجدك معنا عبر سكايب في فقرة او عبر الزوم في هذه الفقرة. شكرا شكرا لك على ضيق الوقت. احنا نقول لكم ان شاء الله نكون خفاف وظرف عليكم انا وكامل ليكيب سويعة لايف. نقول لك شكرا منال، شكرا كريم ايهوب، شكرا كريم بوباكور. نتلاقاو غدوة نفس الموعد نفس القناة. شكون يقول لك شكرا؟ ونفس الحصة. شكرا. باي باي.